أيقونة ضد العنصرية. هكذا تحول مقتل الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد على يد رجال شرطة، وأشعلت وفاته غضب الآلاف في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها ضد التمييز العنصري. ففي ولاية فيرجينيا الأمريكية أسقط متظاهرون تمثال كريستوفر كولومبوس وأضرموا فيه النيران لما يمثله من رمز للإبادة الجماعية للسكان الأصليين. أما مدينة سياتل فشهدت مظاهرة ضد تعامل الشرطة وسط مطالبات باستقالة عمدة المدينة. وفي مسعى للسيطرة على الاحتجاجات قامت الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، فيما انضم مئات الأشخاص إلى أكثر من 12 عائلة قتل ذويها على يد الشرطة للمطالبة بالوقف الفوري لتمويل قسم شرطة نيويورك. ويأتي هذا في الوقت الذي سعى فيه المشرعون في نيويورك لبدء عصر جديد من مساءلة الشرطة. أوروبيا، طلب آلاف المتظاهرين ببريطانيا بإزالة تمثال لرمز استعماري في جامعة أكسفورد مع تصاعد الغضب بسبب عدم المساواة العرقية. وجاءت المظاهرة بعد إسقاط تمثال تاجر الرقيق من قبل المتظاهرين المناهضين للعنصرية الأحد، ويطالب المتظاهرون بإزالة المزيد من تماثيل الشخصيات الإمبريالية من شوارع بريطانيا.